أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة شؤون الشباب والرياضة في العام الماضي 2016 جاءت نتاجا للعمل المتقن الذي قامت به أسرة الوزارة في سبيل الوصول إلى تنفيذ رؤية المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرامية إلى الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة. جاء ذلك خلال رعاية سموه للحفل السنوي للوزارة، وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من السادة النواب وأعضاء مجلس الشورى والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات وموظفي الوزارة، والذي أقيم في فندق فور سيزن. وقال سموه: أنا فخور بالتواجد مع موظفي الشباب والرياضة في الحفل السنوي الذي جاء وسط إنجازات كبيرة حققتها الوزارة خلال العام الماضي، والتي تحققت بفضل التوجيهات السديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الداعم الأكبر للحركة الشبابية والرياضية في المملكة، ووسط الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن ما يبعث أيضا على الفخر والاعتزاز خلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي مخالفات على الوزارة، الأمر الذي يؤكد حرص الجميع على التمسك بتطبيق القوانين بعيدا عن التجاوزات والمخالفات. كما كرم سموه فرق العمل التي ساهمت في تحقيق الوزارة للشهادات المتميزة، وكرم أيضا الموظف العام للوزارة. من جانبه قدم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر عرضا عن الإنجازات التي حققتها الوزارة في العام 2016. الجدير بالذكر أن وزارة شؤون الشباب والرياضة حققت إنجازات متنوعة على صعيد الأندية والمراكز الشبابية محليا وخارجيا، لا سيما في العام المنصرم. لله الحمد بدينا احنا بداية طيبة وقطعنا مشوار طويل في هذا المجال، ويعني احنا فخورين جدا يعني من جلالة الملك هنا ان احنا اليوم عندنا شباب من هؤلاء الشباب من مملكة البحرين. هذيلا هم على صوت مسلمين الشباب قايمين بالواجب ولله الحمد ومبادرين وينافسون ويبدعون ويشتغلون وهم يستثمرون في طاقتهم، ولله الحمد انهم شباب جادين في امورهم كلها. لكن المؤسسه وهذه الوزاره اللي تدير الشؤون الشبابيه يعني هي السر اليوم في نجاحنا في مملكه البحرين. عطاكم مقدر، طبعا هو حفل سنوي تكرم في وزارة شؤون الشباب والرياضة موظفين الوزارة على مجهودهم اللي قاموا فيه طول فترة عملهم خلال السنة الماضية. طبعا نشكر سعادة الوزير على التكريم لنا السنوي، واحنا الصراحة من الناس أو أنا شخصيا من الناس الممتنة للتكريم السنوي اللي نحصله على كل المجهودات اللي نقوم فيها في الوزارة. بالإضافة إلى ذلك حصلت على تكريم عن حصولي على شهادة احترافية في مجال إدارة المشاريع وبعض الشهادات في مجال برمجة مايكروسوفت. طبعا التكريم يعطيني دافع أكثر على أن أنا أحصل شهادات أكثر. أوجه شكري وتقديري لسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على اختياره لي لأن أكون موظف عام 2016، كما أوجه شكري إلى مديري في العمل وإلى فريق العمل الذي أعمل معه في قسم التخطيط السيدة هند إدريس، الأخت شريفة الغرير وخلود الضاعن وفاطمة أبو الفاتح، لأن كل هؤلاء الفريق
هم أساس النجاح لي، فنجاح جزء هو نجاح الفريق بأكمله في قسمنا قسم التخطيط. تحقيقاً لمبدأ الاستغلال الأمثل وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة 2030، تسعى وزارة شؤون الشباب والرياضة لرفع مستوى الأداء الحكومي لأعلى قدر من الكفاءة والفعالية. واليوم الحفل السنوي لوزارة شؤون الشباب والرياضة بعنوان عطائكم مقدر، وهذا الشيء يعني لنا الكثير، بالذات أن احنا طلعنا في هالسنة الحمد لله رب العالمين أول قسم مالية في الحكومة كلها يحصل على شهادة الاستمرارية العمل اللي هو البزنس كونتينيوتي مانجمنت سيستم. طبعا حضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اليوم كان شيء جدا مميز بالنسبة لنا، كان معانا وكرمنا في جميع الجوائز اللي حازتها وزارة شؤون الشباب والرياضة، فكان شيء جدا مميز واستمتعنا بوجوده معنا. واكيد طبعا نشكر وزيرنا وزير شؤون الشباب والرياضه هشام بن محمد جودر على تواجده معنا، وخلينا نقول وقفته معنا من بدايه السنه لخلينا نقول الحين 2017.